أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة الثامنة، eighth unit، الأمل، ورقة الدرس السبعون، 17th lesson، الكلام، speech. التدريب الأول، first exercise، تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. Exchange the dialogue with your colleague like in the example. كلام also mean conversation or speak. المثال: الطالب الأول، كم ساعة تعمل في اليوم؟ How many hours do you work in the day؟ أعمل 8 ساعات في اليوم. I work 8 hours in the day. كم ساعة تعمل أنت؟ And how many hours do you work؟ أعمل 7 ساعات. I work 8 hours. ياسيني you are first. إيسا همبيسا you are second. اوكي ان شاء الله. start ياسيني. كم ساعة تعمل في اليوم؟ تعمل في اليوم، تعملوا تعمل في اليوم، أعمل 8 ساعات في اليوم، وكم ساعة تعمل أنت؟ أعمل 7 ساعات. كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 9 ساعات في اليوم، وكم ساعة تعمل أنت؟ أعمل 3 ساعات في اليوم. كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 5 ساعات في اليوم. 5 ساعات. وكم ساعة تعمل أنت؟ أنت أعمل 7 ساعات. كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 10 ساعات في اليوم، كم ساعة تعمل أنت في اليوم؟ أعمل 4 ساعات. كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 6 ساعات في اليوم، وكم ساعة تعمل أنت في اليوم؟ أعمل 8 ساعات. التدريب الثاني second exercise، تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. exchange the dialogue with your colleague like in the example. المثال: الطالب الأول، أين تدرس؟ where do you study؟ أدرس في كلية الطب. I study in the faculty of medicine. ماذا ستعمل بعد الدراسة؟ What will you do after studies؟ سأعمل طبيبة إن شاء الله. I will work as a doctor if Allah wills. إيسا you are first. ياسيني you second. اوكي ان شاء الله. أين تدرس؟ أدرس في كلية الطيران. كلية الطب. The first one again. Okay. أدرس في كلية الطب. ماذا ستعمل بعد الدراسة؟ بعد الدراسة. سأعمل طبيبا إن شاء الله.
إيسا، أسك. كلية إيراني. أين تدرس؟ You need to say أين تدرس؟ أين تدرس؟ أدرس في كلية الطيران، سأعمل ماذا؟ ماذا ستعمل بعد الدراسة؟ سأعمل طيارة إن شاء الله. طيارا. أين تدرس؟ أين تدرس؟ أدرس في كلية الهندسة، ماذا ستفعل بعد الدراسة؟ ستعمل ماذا ستعمل بعد الدراسة؟ سأعمل مهندسا إن شاء الله. أين تدرس؟ أدرس في كلية التربية، ماذا ستعمل بعد الدراسة؟ سأعمل مدرسا إن شاء الله. أين تدرس؟ أدرس في كلية الصيدلية، صيدلة. صيدلة. ماذا ستعمل بعد الدراسة؟ سأعمل صيدلية إن شاء الله. بيرن الصور، express the pictures كما في المثال like in the examples. So درست الطب في كلية الطب. I studied medicine in the faculty of medicine. وآمل الآن طبيبا في المستشفى. And now I am working as a doctor in the hospital. أعمل في اليوم 8 ساعات. I work 8 hours in the day. أنا أحب عملي. I love my job. Yasini, read the example. Okay. The same thing at the left side one. Example, same example. The same example. Okay, al-misal. درست التبي طبعا. درست طب طب في كلية الطب وأعمل الآن طبيبا في المستشفى. أعمل في اليوم 8 ساعات. 8 ساعات. أنا أحب عملي. Next. Next picture. أوكي. درست هندسة في كلية المهندس Listen. وأعمل درست الهندسة في كلية درست الهندسة. الهندسة درست الهندسة في كلية المهندس وأعمل هندستي هندستي not مهندستي هندستي وأعمل أنا شركة وعمل في الآن مهندسا. وأعمل الآن مهندسا في شركة وأعمل في اليوم 7 ساعات. أنا أحب عملي. أنا أحب عملي. أنا أحب عملي. يس. The third one. Yes. درست في كلية درست التربية. التربية. درست في كلية No, كلية. No, no, التربية. no. No, no, listen. درست التربية في كلية التربية.
أوكي، درست التربية في كلية التربية، ومدرس مدرس أعمل في الآن مدرسا. وأعمل الآن مدرسا في جامعة في جامعة. أعمل في اليوم 4 ساعات، أنا أحب عملي. إيسا هم بيسا. درست اللغة العربية في كلية العربية، وأعمل الآن مؤلمة، وأعمل الآن مؤلما في كلية المرحلة. أعمل في اليوم أوكي، وأعمل أعمل الآن في اليوم معلما في المرحلة المتوسطة. وأعمل الآن في المرحلة المتوسطة. وأعمل الآن معلما في المرحلة المتوسطة. وأعمل الآن في المرحلة المتوسطة. معلما وعمل الآن معلما. وأعمل الآن معلما في المرحلة المتوسطة. أعمل في اليوم 6 ساعات، أنا أحب عملي. درست الصيدلة في كلية الصيدلة، بكلية وأعمل الآن الصيدلة. في كلية الصيدلية، وأعمل سيدنا. الآن في وأعمل الآن في في الصيدلية. صيدليا في المستشفى. وأعمل الآن صيدليا في المستشفى. أعمل في اليوم 6 ساعات، 7 ساعات. وأنا أحب عملي. سارة، عليكم أستاذ. وعليكم السلام، ماذا تعملين؟ I have to say what I'm doing, Ustad, Yes, according to the notes. what is your job? Okay, Ana Malikul Bait, is that correct? What is the meaning of this sentence? It is Ana Malikul Bait is I am a housewife. Is that Okay. okay? Ana Rubbatul Manzil. Ana Rubbatul Manzil. Okay. Ana Rubbatul. What is Rubba, Ustad? Rubba basically means queen. In Arabic, they Okay, don't use the word housewife, they use queen of the house. So, yeah, Rubbatul Manzil basically means housewife. okay, Rubatul Manzili. Yes. Okay. أين تعملين؟ Where do you What? work? أنا أعمل في البيت. في البيت. أنا أعمل في البيت. في البيت. Yes. هل أنت طبيبة؟ لا أنا لا طبيبة. لا، لست طبيبة. لا لست لست is I am not. Yes. لست طبيبة. كم ساعة تعملين في اليوم؟ كم ساعة تعمل في اليوم؟ تعملين. How many hours do you usually work in the day, like cooking, cleaning, washing or لا cleaning? أنا أريد نو أنا لدي you said for non living things right أستاذ. You أنا can لدي خادم. أوكي أنا لدي خادم وخادمة لعملي في البيت. Is that okay؟ عندي خادمة لواجب البيت، ها لعمل البيت، لواجب لعمل البيت. البيت. أوكي سر. You don't have a job, you don't do housework, you sit idle throughout the day.
نو نو نو، أنا أدرس لغة عربية، وأنا لدي درس في اللغة العربية، يعني عن القرآن الكريم أيضا. اوكي أوكي، is that okay? That sentence makes yes sense, sir? okay you better Okay. add a hadith book as well. If you don't have a hadith book, I can send you the hadith book in your All store. right, sir. Okay. Okay, sir. Aina tadrusin? أنا درست في أنا درست كليتي في بلد الهند. اوكي، درست في Is that okay? كليتي في الهند. في الهند. ماذا درستي؟ درست so what do I say for Bachelor of Arts in بكالوريوس Arabic? بالتربية. Sorry, sir. بكالوريوس بالتربية. Come again, sir. I didn't understand. بكالوريوس بكالوريوس. بكالوريا. Yes. Okay, so bachelor's is بكالوريوس. Yes, بكالوريوس. بكالوريوس. Okay, بكالوريوس في التربية. Or Bachelor في of Arts. الآداب. You can say في الآداب. في الآداب. Okay. Yes, بكالوريوس Okay. بالآداب. بكالوريوس في الآداب. Okay, Bachelor of Arts. هل لك أطفال؟ لي لي you said لي is used for all living things, right, sir? That is I Yes. have. Yes. لي ابنان. Okay. ما مهنة زوجتك؟ زوجك. What is ما my مهنة؟ husband's profession? Yes. ما مهنة زوجك؟ Okay. هو لديه هو لديه مطاعم. What is the جمع of restaurants, sir? مطاعم. لديه Sorry, مطاعم. مطاعم. لدي مطاعم في حول all around the United Arab Emirates. How can I say that in Arabic, sir? We اوكي، have restaurants. لديه Yeah. مطاعم مطاعم في حول في حول الإمارات في حول المتحدة. الإمارات المتحدة. أوكي سا. طوال الإمارات المتحدة. أوكي، كم أوكي ساعة سا. تدرسين في اليوم؟ كم ساعة تدرسين في اليوم؟ Where is that question, sir? كم ساعة؟ نمبر 12. أوكي. كم ساعة تدرس في اليوم؟ أنا تدرسين أدرس في اليوم at so my Arabic class is at 7 Dubai time. الساعة No, 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 no. You, no. how many hours do you study in the day? Okay, around 5, sir. أنا Okay. أدرس because I have different classes, the Quran Tajweed class and the language. So how can I say that? أدرس 5 ساعات. أدرس 5 ساعات. أوكي سا. هل تحبين الدراسة؟ نعم أنا أحب دراسة. Does your children know Arabic language? My younger son knows to speak Arabic language, but my older son doesn't know Arabic, sir. Okay. You better encourage him to study Arabic as well. Yes, Ustad, inshallah I will. Mr. Yassini, نعم. سل بين السؤال والجواب. Read them. أوكي. التدريب الثلاثة سل بين السؤال التدريب والجواب. الثالث. ثالث. تدريب الثالث سل بين السؤال والجواب. كم ساعة تعمل في اليوم؟
أعمل 5 ساعات في اليوم، هل لك صديق نعم لي صديقا لي صديقا لي صديق، اوكي. لي صديق لي صديق أين تعمل؟ أين تعمل؟ أعمل في الشركة. ماذا تعملين؟ أعمل طبيبة. هل تحبين عملك؟ نعم، أحب عملي. سل بين الفكرة والصورة المناسبة. Join the paragraph in appropriate picture. Miss Hall. Miss Hall. Isa Hambisa. Yes, that's. So what is read the first one. محمود مهندس يعمل في الشركة الكبيرة. محمود يذهب إلى الشركة بالحافلة ويعمل 7 ساعات في اليوم ويحب عمله. So which picture? با جيم محمود مهندس. جيم مهندس، نعم جيم جيم. next. أحمد طبيب يعمل في المستشفى الجامعة. يذهب أحمد إلى المستشفى بالسيارة ويعمل 6 ساعات في اليوم ويحب عمله. با فاست حمزة فرس حمزة. نيكست. شاكر مدرس في المرحلة الابتدائية. يذهب إلى المدرسة في الصباح. شاكر يدرس 5 ساعات في اليوم ويهد عمله. جيم أو با با يا با